بالعاصمة العراقية بغداد كان منذ تغيير النظام في العام 2003 مقرا للسلطة التشريعية بدءا بمجلس الحكم الوطني الذي حل بعد تشكيل مجلس النواب العراقي المستمر حاليا بدورته التشريعية الثانية، إلا أن عدم ملائمة بناية قصر المؤتمرات سواء من ناحية المكانة أو الأمور الفنية والأمنية وغيرها دفع هيئة رئاسة المجلس ومنذ الدورة الأولى إلى العمل على إيجاد مكان بديل، ليقع الاختيار أخيرا على مساحة 200 دونم ضمن مطار المثنى القديم لتكون المبنى المستقبلي للمجلس. ارتأت هيئة الرئاسة أن يكون مجلس النواب ذو صرح متميز يستوعب أرث العراق الماضي والرؤية المستقبلية لأبناء هذا الشعب. البناء الديمقراطي المعنوي أيضا يحتاج بناء مادي. هذا البناء الحمد لله تم وضع حجر الأساس اليوم له، ويفترض أن يمثل كل رموز العراق وأبعاده التاريخية. احتفالية وضع حجر الأساس للمشروع كانت مناسبة لرئيس مجلس النواب للدعوة إلى استثمار ثروات العراق في بناء الحياة التي يطمح لها العراقيون بما يضمن وحدتهم الوطنية على حساب أي انتماء آخر. إن من المعيب علينا أن تذهب خيراتنا وثرواتنا في هباءات دون أن تؤسس حياة جديدة لنا ولأجيالنا، حياة منتجة للحضارة والإعمار والبناء لا مستهلكة للغير. وبإذن الله تعالى وبعزم المواطنين الأبات ستستمر من خلال هذه الحياة وحدة العراقيين عنوانا دونه كل العنوانات العرقية والطائفية والجهوية والفئوية والحزبية. أيام قليلة وتعلن اللجنة المشرفة عن شروط المسابقة العالمية للتصاميم الخاصة بالمشروع الذي لن يقتصر على مبنى مجلس النواب فقط، بل إنه سيجمع جميع مباني السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الاتحاد المؤمل تشكيله، فضلا عن مكاتب الرئاسات الثلاث واللجان والهيئات وغيرها، ليكون مجمعا حكوميا يتوسط العاصمة بغداد.